نقول تاني عشان سكر مش مهندس ظاهر. بنقول ان احنا بعد ما جربنا الكود هنا بنادينا بس على الكونكشن في البوست جري وجبنا نفس الفانكشن اللي كنا عاملينها في ماي سيكوال قبل كده زمان. كرييت الام تيبل هو نفس كل كود، ما غيرناش فيه اي حاجه غير انواع البيانات. غيرنا الاي دي خدناه كاركتر، غيرنا النيم خدناه كاركتر بيرنج، بدل شار بس هنا بنكتب الكلمه كامله. ممكن على فكره شار تنفع بس انا احب اكتبها كده، وكاركتر فارينج وكاركتر فارينج والريل عشان الديسيمال، وعملنا اكزكيوشن وزودنا بس ان احنا بنعمل كوميت قبل ما نقفل كلوز الكونكشن. الكوميت واجب مع البوست جديد، مع ماي سيكول ما كانش واجب. بس كده احنا كنا بنستخدمه في الدي ام ال انسيرت اوبديت والديت، كنا بنعمل كوميت مع ماي سيكول وكذلك مع البوست. لكن في الدي دي ال ده او الكرييت دي ما كناش بنعمل كوميت مع الماي سيكول، لكن هنعمل كوميت عادي مش مشكله خالص. تلفات بسيطه يعني. قلنا رن، فلما عملنا رن قال لي طبعا كورتيميت كونكشن سكسسفول مرتين، لان هتلاقينا احنا في الملف هنا كنا بنلعب كونكشن. هنوقف ان احنا بننادي هنا خلاص، احنا بلاش نستخدمه من هنا، لكن احنا بننادي من هنا على طول. ولذلك المفروض تبقى مره واحده بعد كده. وقال لي ان هو اتعمل. نروح على نشوف بوست جديد بتاعتنا او الداتابيز. احنا كان عندنا الباي دي بي واحد دي اللي هي فيها ستودنت بس. نعمل عليها ريفريش. بسم الله. هلاقي التو تيبلز اهو، والاقي ادي الانكري اهو. لو جيت فتحته طبعا هتلاقيه فاضي لان لسه ما عملناش ايه؟ ما عملناش اي شغل. كريتنا التيبل بس اهو. اي دي بي كي كاركتر 4، النيم كاركتر بارينج 50، الاي جوب كاركتر بارينج 50، السالري ريل وكله تمام. انا بدل ما اضيع وقتي واشتغل مع البوست جري بالشكل ده واكزامبل، انا هرجع للاصل. احنا كنا عملنا حاجه اسمها ماي سيكوال امبلويز، وكان معمول في كل العمليات الكونكت بالكرييت بالابديت بالجيت بالديليت بكل العمليات، اللي هو كان الكومبليت اكزامبل او الكومبليت بروجكت اللي بيعمل كراد اوبريشنز على الامبلوي اللي جوه الماي سيكوال. قلت له ماشي انا هاخد من ده هو بس هشوف هسمي ده بوست كريز، مش هفسر بوست كريز اس كيو. قلت له اوكي. اولا هنا هننادي على مين؟ هننادي على اسمه ده البوست جريد اللي كان اسمها كده بيسيكوب جي 2 كلاس. هو السيرفر باي دي بي كان اسمها باي دي بي 1، والباي يوزر والباسورد باي يوزر. تمام. وادي البيانات بتاعتنا سيرفر، وهنا دي الداتا بيز بنكتبها كامله. يوزر زي ما هي، باسورد بنكتبها كامله. وبعت الداتا بس خلاص. يعني كان بيقول كونكت تو ماي سيكوال، بقول له اسف احنا اسفين، على فكره ممكن نسيب كونكت تو ماي سيكوال يعني. بس انا يعني خلينا دلوقتي نعملها بس لو بص دي، وبعد كده ممكن اعمل لكم واحده ثانيه يبقى الاثنين مع بعض. وانا بسويتش المشكله يعني. ماشي مشكله خالص. لكن هنا انا اقول له احنا مش شغالين على دي، احنا شغالين على دي كونكت. وبعتنا الهوست والداتابيس، بعتنا اليوزر والباسورد وخلصنا. بعتناهم وهيكونكت وهيخلص. وادي الكريت. الكريت طبعا بتاعتنا احنا كنا مغيرين فيها، فانا مش هحرق وقتي، راح اخدها من هنا على طول. ان احنا اوريدي عدلنا الكريت اللي هي هنا، مش هنضيع فيها وقت تاني. مظبوطه. طيب الاد اللي هي انسيرت اي دي والنيم والجوب والسالري، انسيرت انتو بليز فاليوز كذا وكذا وكذا. هل جمله الانسيرت دي فيها اي تغيير يا شباب؟ دي عندي ما فيش ان شاء الله اي تغيير، هي جمله كما هي بتمشي معانا في الماي سيكوال في الاسكول سيرفر في البوست جري في الاوريكال داتابيس. الجمله كما هي ان شاء الله. وعمل ران كومنت على فكره، والسلكت هي ودي برضه هي والديليت هي والابديت هي سبحان الله. ران كومنت اللي عليها التريك كله
لان هي الشغل يبقى ده كله كان شغل. هو بيجيب الكيرسر وكونكشن من كونكت تو ماي سيكوال ولا من كونكت تو ايه؟ ما غيرش كونكشن. هنغير اسمه كونكت تو بوست بي. فهنا هقول له كونكت تو بوست جرين. كيرسر بيكزكيوت وبيكوميت وبيطلع المسج. الكلام ده كله صح. انا هنا حتى مش هعمل التفصيل ده، انا هعمل اكسبشن وخلاص. فمش معايا كل اللي جاي بعد. وهنا رول باك انا ما غيرتش حاجه زي الفل. وهنا بقول كونكت على بوست جري بس. وهنا هخليه على اكسبشن. وران كوي وخلاص. ده غيرت يعني. ما غيرتش حاجه تقريبا ما غيرتش حاجه الكونكشن. مش تقريبا، هو فعلا ما غيرتش حاجه الكونكشن. راعيت بس انواع البيانات. طب عادي المشكله. ايه المشكله خالص؟ نجرب. لا لسه في عندنا لازم الكولينج اللي هو هنكلم الكلاس ده ونشتغل عليه. طب كنا عاملين كولينج فين؟ انا مش فاكر، لكن هرجع ادور اشوف كنا عاملين كول لكل كامل اللي موجوده على الماي سيكوال. ذلك انا يعني هاخدها نفس الفكره. ايوه هي دي تقريبا. ايوه هي جميله دي جدا. واقوم جاي سايبها سبعه وثمانين، بس مش هنادي على ماي سيكوال، انا هنادي على اسمها بوستس جري انكريز. وريت على انكريز وما غيرتش اي شيء اي شيء. سيب كل حاجه زي ما هي واجرب واشوف البوم اللي هيحصل في وشي زي ما انا زي ما هو عايز. ما غيرش اي شيء فعلا يعني. ولا هناك برضو اعتبر ما غيرش اي شيء غير انواع البيانات. تعالى بسم الله نجرب سؤال. طبعا حتى العنوان بتاع الطباعه معلش هو ده نغيره بعد اذنكم يعني هو ده اللي هيغير حاجه. طبعا مش هيغير حاجه. ترو بوست جري اس كيو ال. وما ادراك من الداتابيز دي. الداتابيز دي من اقوى الداتابيز يا جدعان. بيز قويه جدا في ريليشنال داتابيز. مش اي حاجه، شغلها تقيل حلو جدا. داتابيز حلوه جدا يعني. انا لو اقيمها اديها احلى من الاس كول سيرفر 100 مره واديها احلى من الماي سيكوال، وهي فعلا ناجحه عن الاوركل داتابيز في حاجات. الموضوع مش سهل. على العموم هريران ادي بوست جي اس كيو داتابيز. هاي اللي كريت نيو امبلوير. قلت له ايوه انا كريت نيو امبلوير رقم واحد. تمام. هيقول لي دخل رقم الموظف. قلت له مثلا اديله موظف رقم واحد اسمه قلت له احمد. الجوب مثلا تستر. السالري 15. ضرب مش مشكله خالص. اروح اراجع. قال لي انت بتعمل كونكشن ما لقيتش حاجه اسمها دي في. قلت له يمكن احنا غيرنا اسمها خلينا داتا بيز متهيألي على ما اتذكر. وبعد كده ما غيرناهاش بس. مش اكتر من كده يعني. يعني لو رجعت كده هتلاقينا واحنا بنعمل كونكشن مش على الماي سيكوال طبعا، على البوست جري. هتلاقينا غيرنا اسمها خلينا كلمه داتا بيز كلمه كامله يعني. مش بس دي بي يعني. انا ممكن اغير حاجه من الاثنين يا دي يا دي يعني. زي ما انت عايز. قلت له ماشي يعني. هي ضربت في دي مش مشكله. نرجع تاني نعدي عدلناها بس وارجع. اقول له عايز اكريت نيو امبلوي ورقم واحد اسمه احمد. جوب قلنا تيستر. تمام. قال لي الباوت انت غيرتها خليتها بس. قلت له صح انا قلت له غيرتهم والله يعني. مش عارف ايه اللي خلاني اصلا العب في مسمياتهم. باوت يا عم زي ما كانت والله. رجعتها زي ما كانت على فكره. انا ما يعني ما تمسكتش برايي ولا حاجه. رجعتها زي ما كانت. واحد الموظف رقم واحد اسمه احمد. سلاري رد عليا قال لي الموظف اتضاف. قلت له لا انا لازم اروح اتاكد من الداتابيز نفسها. ماشي يا عم. رحت على الكليس كده كليك يمين وقايل له ايه؟ وهقول له فيو داتا. او طبعا انا وهنا انا ممكن اقدر اقول له هنا رن يعني عشان اري رن الجمله يعني. فتلاحظوا اني عملت ري رن للجمله بقى في عندي رقم واحد اسمه احمد التستر 15000 نزل في الداتابيز. صح
موجود. ولو حبينا نأكد تاني نضيف واحد تاني، موظف رقم 2 اسمه طاهر. جوب مثلا وديزاينر مثلا، الضافة لو رحت ليه الداتابيس بتاعتنا قلت له ليه ران فيها تاني الامر، هلاقي رقم 1 احمد موجود وهلاقي طاهر موجود. الدنيا جميله. طب ما تيجي نعمل ايه؟ فايند اول بقى، هات الليست اللي رقم 5. فايند اول طبعت لي 1 احمد تيستر 15000، 2 طاهر وديزاينر 17000، صح؟ ايديت. طيب تعال نجرب الايديت. 2 هت انتر انكلي اي دي اللي عايزين نعدله اللي هو مثلا رقم 2 مثلا. قال لي اسمه طاهر، قلت له طاهر. مش عارف طاهر اللي معانا زميلنا مش موجود هو، بس نقول طاهر، طاهر محمد مثلا. والديزاينر كما هو 17000 مثلا 20. قال لي تم التعديل. قلت له طب ما نجرب الفايند ونشوف بعض. قال لي الموظف انت عايزه رقم 2. قال لي رقم 2 ده اسمه طاهر والديزاينر و20000، طاهر محمد. عدل. جربنا الليست وجربنا الفايند وجربنا الايديت وجربنا الكرييت، فضلنا الديليت بس هي الوحيده اللي نقصان. ريكورد 3 احنا هتمسح مين؟ مش عايز امسح رقم 2 ده. قال لي خلاص احنا حذفناه. قلت له نرجع نتاكد ان هو اتحذف هنا عندنا في الداتابيز. اروح على الداتابيز لقيت شرير مين؟ احمد بس هو اللي موجود. طبعا هي سيلكت اسك فروم امبلوي اوردر باي كذا مش فارق، لكن هي سيلكت اسك فروم امبلوي زي ما اشتغلنا عليه جدا. احنا عملنا دلوقتي عملنا بروجكت كامل على البوست جري. ايوه ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني عملت البروجكت كامل على البوست جري؟ ده لازم تبقى عارف الكلام ده طبعا انت في الشارع مع الداتا، مش اي مشكله خالص. ولو عايز تعمل نفس الكلام اللي يعني عملنا كده هو هو تعمل سيف اس. خد بالكم انا قبل ما ابدا ده هكتب نقدر اشتغل على البوست جري، وعلى فكره بنفس الاسلوب اشتغل على السيكوال سيرفر. هو هو مش من غير حاجه. السيكوال سيرفر لما تيجي تكاريت بس انواع البيانات هتلاقيها اقرب للماي سيكوال. اقرب للماي سيكوال. لو جيت تكاريت التيبل من هنا هتلاقي ان كريت تيبل هتلاقي الكاركتر هتشتغل معاك والفار كاركتر والديسمال هتشتغل معاك هنا. زي بالظبط الماي سيكوال بالظبط في الكريشن. وباقي الامر احنا ما غيرناش اصلا ولا الريسيرت ولا الابديت ولا الديليت ولا السيلكت في كله. يعني بوست جري ماي سيكوال سيكوال سيرفر كل واحد بالنسبه لنا. فالموضوع مش صعب. موضوع افهم بس استوعب الموضوع وجربه وطبقه بدايه. لو عايز اعمل السيستم بتاعي، لو عاوز اعمل السيستم بتاعي اشتغل على الاثنين وانا سويتش ما بينهم عادي. قوم جاي كده اعمل سي باز وهعمل ده مثلا ايه؟ ده ماي ايه؟ يعني هقول بقى ايه ريليشنال داتا بيز. انا بحب اسمها كده ريليشنال كريليشنال داتا بيز. كلهم بقى كلهم في الاخر هم ريليشن هم ريليشنال داتا بيز. عشان كده هم واخدين نفس الفكر نفس التفكير ونفس الاكواد ونفس كل حاجه ماشيين معانا بطبقه بطبقه ونوعيه واحده اللي هم مين؟ ماي سيكوال سيكوال سيرفر اوراكل داتا بيز بوست جري اس كيو لايت. على فكره اس كيو لايت سهل جدا احنا نطبقها لان هي خفيفه فهننزلها مش هتاخد معانا دقيقتين يعني غير الداتا بيز الثقيله دي بوست جري والاسكول سيرفر والماي سيكول الحاجات الثقيله. لكن اسكول لايت دي ده بيز لايت اصلا مش عارف كم ميجا يعني انا منزلها ومشتغل عليها مفيش مشكله. لكن على العموم انا عملت ريليشن داتا بيز امبليز ونقدر ايه نقول ان احنا عايزين مثلا لو احنا عايزين نشتغل برضه مع الماي سيكول. احنا كنا بنهدف الماي سيكول الباكج دي بس الاختلاف ما بين دي وما بين دي. طيب هنا كل حاجه نعتبر ان اليوزر نيم والباسورد والحاجات دي كلها واحد هنا وهنا يعني لو في حاجه مختلفه نضطر نغيرها كريتا يعني كاسم اليوزر او الحاجات دي احنا نضطر نغيرها انا هسيبها زي ما هي ماشي ودي كونكشن على البوست جري حلو وادي كونكشن بتاع الماي سيكول هي فانكشن هي متظبطه اصلا طبعا ايه اللي مزعلني ما انا اخدها كده كفانكشن احطها جوه الكلاس بتاع الرئيسي اللي هو بجمع فيه كل الشغل بتاعي اهو. عندي فانكشن اسمها كونكت تو بوست جري
وعندي فانكشن اسمها كوريكس تو ماي اس كيو. مش مشكله. طيب كرييت تيبل، طبعا انا محتاج ان انا اعرف هنا هو لازم يكون شغال على ايه، على انواع، اي نوع من انواع الداتابيس. يعني لازم هو بيكرييت، هو بينيشيت، زي ما بيحدد لي السيرفر بيحدد لي الداتابيس نيم واليوزر نيم والباسورد، ويحدد لي نوع الداتابيس. يعني هزود هنا ايه، حاجه اسميها داتابيس انجن، يعني المشغل بتاع الداتابيس بتاعك نوعه ايه، واخلي الديفولت ماي سيكوال مثلا، ماي سيكوال. عايز يغيره هو يغيره، مش عايز يغيره لو عايز يغيره يغيره، مش عايز يغيره ده احنا نشتغل على ماي سيكوال. طبعا ممكن نحسن الشغل بتاعنا شويه بدل ما يكتب كلمه غلط او حاجه، ممكن نشتغل انيميريشن يعني. يعني ممكن نعمل كلاس غير الامبلويز هنا واسميه مثلا داتابيز انجن، مثلا اسميه دي بي انجن، يعني مشغل الداتابيز. تمام؟ ده طبعا من انم دوت انيميريشن عشان يفهم ان دوت هنعمله بشكل انيميريشن كاوبجكت ريليتد. يعني طبعا لازم تعمل امبورت للايه، للانم، علشان نقدر نشتغل من خلاله كده. انا عامله انيميريشن، يعني هو انا هعمل لسته باسماء الداتابيز اللي انا بسبورت ليها. هعمل ايه؟ لسته باسماء الداتابيز اللي انا بسبورت ليها. يعني ايه؟ يعني هو مثلا ماي اس كيو ال ودي هديها واحد. مثلا هقول اس كيو ال سيرفر ودي هديها مثلا ايه؟ اثنين. هقول مثلا ايه؟ اوريكل او بوست جري اسمها بوست جري اس كيو ال، بوست جري اس كيو ال اللي مثلا بتساوي ثلاثه. اوريكل داتا بيز ودي مثلا بتساوي اربعه. وليكن انا بسبورت دول، انا طبعا بسبورتهم للسيستم بتاعي هكتب له اكواد. مثلا اس كيو لايت دي رقم خمسه. اند سو اون. وزي ما انت بقى عايز. تمام؟ انا حددت دول مثلا، دول انا بسبورتهم دلوقتي. طبعا لو انت اكدتهم ليه كلهم قدامكم؟ عشان دول كلهم وان واي. اتجاه واحد، كلهم ريليشنال داتا بيز. كلهم هتلاقيهم معاكم ماشيين بنفس الاسلوب، بنفس التفكير. وبنفس الاوامر الانسيرت والابديت والديليت والسيلكت، هو هو. يعني ده ستاندرد، مع بعض الاختلافات مش مشكله، لكن هو ده الاصل. ماشي؟ كده انا عملته كانيميريشن عشان استقبله كبارامتر بتاعي اقدر اشتغل عليه يعني. فانا هنا ممكن اقول له هنا بقى، يعني انا هستقبل هنا حاجه من دول، يعني داتابيز انجن، اي داتابيز انجن من دول. يعني مثلا اقول له دي بي انجن، عايز اقول له ماي سيكوال، يبقى انا هناديها من دي بي انجن دوت مثلا ماي سيكوال مثلا. ده الديفولت داتابيز انجن بتاعي، هيبقى دي بي انجن دوت ماي سيكوال. ده الديفولت. هو هيغيره يبعت حاجه ثانيه. احنا ده طبعا ده بنسميه احنا الاوبشنال يعني، بس مش عارف. لكن هو ليه حق يغيره عادي. ده الانيشيشن، وهو حاطه هنا في السيلف، سيلف دوت الدي بي انجن داتابيز انجن بتساوي الدي بي اندرسكور انجن. اخدت ده زي ما يكون كنت ايه، وحطيته جوه حاجه اسمها دي بي انجن او دي بي اندرسكور انجن داتابيز انجن. بقى عندي الفاريبل ده اقدر اتشيك بيه هو انا نوعي ايه، شغال ماي سيكوال احول ماي سيكوال، شغال بوست جري احول بوست جري، شغال بتاع يعني. اجي هنا مثلا وانا بعمل كونكشن، انا بنادي وانا بعمل كرييت، انا عندي الحته دي بتختلف. يبقى انا عايز اعمل اقول مثلا اف، مثلا اف ان الدي بي السيلف دوت دي بي انجن لو بتساوي مثلا اثنين. اثنين يعني ايه اثنين؟ او واحد، خلينا في واحد. فين واحد؟ واحد اللي هي واحد اللي هي ماي سيكوال. لو واحد هعمل ايه؟ هجيب الشكل الكتابه بتاع ماي سيكوال اللي هو ده، اللي هو ده الكريتا دي، دي اللي ماشيه مع ماي سيكوال اهي اهو. هو بيقول خلاص كده. طيب إلس، إلس اف اللي هي الف ان سيلف دوت داتابيس انجن لو كانت بتساوي طبعا البوست بي رقم 3، كانت بوست بي رقم 3 يبقى هنعمل دي. يبقى انا هشتغل ايه؟
اشتغل بالشكل ده. مثلا إلس لو انا مش غير ولا ولا اثنين ولا ثلاثه كله هو كله اصلا مش تبع ايه، بس انا هقول كده مثلا. طبعا ممكن اقدر اقول بقى ايه إلس اف كذا إلس اف كذا لغايه ما شيء اظبط اي حاجه بتختلف من واحد للتاني انا اظبطها، مش مشكله خالص. تختلف من داتابيز انجن لاخر بقى عندي الاوامر بتاعتي. طب ايه تاني بيختلف؟ الاد ما بتختلفش، الجيت ما بتختلفش، الكل كله ما بيختلفش، مش حاجه بتختلف. وانا برد على الكونكشن سواء كنت انا وبرن، انا وبرن الكوماند اللي هي انسيرت او ابديت او ديليت، او انا وبرن الايه؟ الكويري اللي هي السيلكت. هنا بقى اسم الفانكشن هتختلف. انا بدل ما اكتبها هنا واكتبها هنا ممكن اعمل فانكشن اسمها كونكت عشان اوفر على نفسي كود. مش عايز اعمل القصه دي كل شويه، اعمل ديفينيشن واسميه كونكت وخلصنا على كده. هي اسمها كونكت بس من غير ما تحدد نوعها. هي بتكون بتشوف هي اللي هتعمل جمله الاف دي، تقول له اف ان السيلف دوت داتا بيس انجن لو بيساوي واحد خلاص يبقى هتريترن ايه؟ كونكت تو ماي سيكوال. بس مش كده تقول واحد كونكت تو ماي سيكوال سيلف عشان يفرق سيلف. صح؟ إلس إف لو كان شيء وكان ده بيساوي 2. طبعا مش هقول 2 انا هقول 3 على طول عشان دول اللي عندي بس دلوقتي. لكن انت بنفس المفروض تعمل دول 2 و3 و4 بس ده بس كل عندك مش فارقه يعني. كونكت تو بوست جي وخلاص. يا اما هو كلمه كونكت دي هتروح على الماي سيكول ولا هتروح على بوست جي، يا اما تحط هنا بقيه الشغل بتاعك. صح؟ ليه لو انت عندك داتابيز ثانيه من انواع اللي انا كاتبها موجوده اوريجنال عندك، عندك اسكيو سيرفر عندك عامل تحطهم. ماشي. وبعدين هاجي هنا وانا تحت هنا بقى ما بقولش كونكت على البوست جري او كونكت على مش عارف ايه، انا بقول له كونكت. هو بقى يتعامل هو. اقول له كونكت وهو بقى يقول لي شوف بقى كنت مظبط نفسي على انه داتابيز يشتغل. خلاص اصبح دلوقتي الريليشن داتابيز ده بيشتغل على اي داتابيز. بس طبعا احنا مش مكملين السيكوال سيرفر والاوريجن داتابيز والسيكولايت، بس انت لو كملتهم بنفس الاسلوب كل حاجه هتبقى معاك 18. عايزين نجربها يعني نرنها برضه. دي هنا اهو هنا وقام جاي اعمل ايه؟ سيف على اكزامبل جديد. باي ديفولت لو شغلنا احنا يبقى شغالين ماي سيكول. صح؟ لان الديفولت بتاعنا اصلا كان ايه؟ كان ماي اس كيل ولا غلطان؟ احنا مظبطين كده، احنا مظبطين الريليشنال داتابيز بتاعتنا باي ديفولت هي لما تيجي بتتابع الامبلويز هي شغاله على الماي سيكول. طب فين نغيرها؟ نغيرها واحنا بنعمل كرييت الامبلي. ممكن اجي نقطه اقول له ايه؟ دي بي انجن. انا عملت امبورت الامبلي صح؟ يعني انا عامل هنا الامبورت لل هنا غلط، انا هنا غلط برجع على بوست جرين بليز. لا انا عايز انادي على الريليشنال داتا بيس. اقول له فروم ريليشنال داتا بيس بليز هي دي انا عايزها. صح؟ عندنا ايه تاني؟ ودي بي انجن عشان ابقى استدعيت مستدعيت الانتريز والداتا بيس انجن عشان اقدر انا اقول امبس بتساوي امبليز اقدر اقول هنا دي بي انجن دوت واختار انا عايز اشتغل على ايه؟ ماي سيكوال بريكت داتا بيس سيكوال سيرفر بوست جي. فانا اقول انا اشتغل على بوست جي خلاص كده يبقى كل الشغل بتاعنا بقى بوست جي. تعال نجرب. لو جيت عملت كده كليك قلت له رن وقلت له دلوقتي قلت له مثلا عايز اجيب ليست رقم 5 ماشي. قال لي ايه؟ قال لي كانوت انباك ايه نون اتريبل نون تايب اوبجكت. ماشي يعني في اوبجكت جاي فاضي عشان هو بينادي على سيلكت اسيتس فروم امبلي سيلكشن وسيلكشن اوبشن وجيت اول وهو بيعمل جيت اول
run a query بيقول لي انا لقيت نفسي ان انا مش اوبجكت اصلا، مش صح. تعالى نرجع نشوف ايه الغلط عندنا. طب الغلط عندنا مش عندهم. قلت له كونكت دي بترتن ليك الكونكشن والكيرسر، خدت بالك؟ كونكشن والكيرسر دي الغلطه اللي اتعملت. والماي سيكوال كذلك كانت بترتن الكونكشن والكيرسر. يبقى المفترض دي بترتن ليا ايه؟ الكونكشن والكيرسر. بترتن ليه حاجتين مش حاجه واحده. وانا لو عملت لهم ريتيرن على كونكشن بس وذاك يجي يطبق ما بيعرفش يطبق. يعني لو انا جيت يعني لازم اقول له هنا ايه؟ لازم اقول له هيجي هنا ريتيرن ليا كونكشن وكده. صح؟ الاثنين. طبعا انا بيعمل لو عامل له ريتيرن كونكشن وكده. عشان اخد الاثنين وارجع الاثنين في نفس الوقت. مش هينفع ريتيرن واحد بس. ترو نفس الاسلوب ده وانا بكونكت على البوست جري. اخد برضه كونكشن وكيرس وريتيرن كونكشن وكيرس. هنشوف هل هي دي كده المشكله اتحلت ولا لسه عنده اي بروبلم تاني. ترو ماشي. انا اللي برضه مش قادر اكونكت سيف دوت كونكت. السطر ده عامل لي ازمه، انا مش قادر اجيب الكونكشن عشان اشتغل عليه. قلت له ماشي خلينا نرجع كده. يعني هو لما جه يعمل ايه؟ هو عايز يقول لي وانا بنفذ العمليه اللي انت قلت لي عليها دي هنا اهو ما قدرتش. وانا بعمل كونكت دي ما قدرتش. طب انا هرجع للكونكت. فين كونكت؟ كونكت دي. تمام خليني اقوم عامل هنا ايه؟ بيك بوينت. خلينا نيجي نرن دي نرنه بديباج. قال لي شفت عايز تعمل ايه؟ رقم 5. قال لي خلاص هنخش هنا. قلت له ماشي. قال لي هو انا الدي بي انجن اللي متحدد دلوقتي هي بوست جري اس كيو ال. قلت له صح. ده كلام سليم. ده كلام 100 فولو 18. بس انا بس ما تكتبش علينا. قلت له ماشي انا عايز ايه؟ ستيب انتو يعني او ستيب اوفر عادي في 8. قال لي ماشي. طبعا ما جابش ايه؟ ما جابش واحد. بوست جري كانت رقم 3. اه طيب إيه هيروح على مين؟ على اللي بعدها. قلت له برضه انا معلش انا مش عارف ادوس على الاختصار مباشره لان انا واقف الجديد. انا مش عارف الجديد. ماشي ستيب انتو اللي واقف في 7. راح فين؟ خليني اشوفها. انا ما عرفتش تقريبا. هو فهمت انا كده. هو كده ما قدرش يجيب الكونكشن اصلا. ان هو ما قدرش كانت مشكلته كلها ان هو ما قدرش يجيب الكونكشن. يبقى احنا كده ممكن يكون بسبب ان هو ما قدرش يتعرف على يعني لما عدينا كده هو بيجيت امس. ماشي هوريكم انا اقصد ايه. هو بيعمل كونكت هنا. تمام هو هنا هو بيعمل كونكت. هو فقد اصلا الايه العمليه ذات نفسها. يعني هو ما قدرش يفهم التريبل اللي احنا عملناه. ما قدرش يفهم التريبل اللي احنا عملناه لانه يعني ما جابش الرقم مباشرة. انا بس هعمل حاجة صغيرة عشان اتأكد ان هو بيقدر يفهمني. هقول له برنت سيلف دوت داتا بيز انجن عشان يوريني بس هو فاهمها ولا مش فاهم الكود مش فاهم الاي دي وفاهم النيم. يعني هو عايز نكتب الاسم مباشرة بس هي دي القضية اللي ممكن يكون فيها اختلاف يعني. فانا عشان كده خليته بس يطبعها لي نشوف هو فاهمها ازاي. طبعا جاي جاي يضرب بس انا بشوف هو فاهمها ازاي وهو بيطبع. قال لي بص هو طبعها اللي هي مش فاهمها هو فاهمها دي بي انجن بوست كنترول. حقك حقك انا اللي
تسرعت، يبقى نرجع كده تاني. بدل واحد هقول له لو كان الداتابيز انجن بتساوي دي بي انجن دوت ماي سيكول كده بالمقارنة، بلاش اقول 3 او 2، دي بي انجن دوت بوست بي كده تمام، مش يقدر يطابق في المطابقه بتاعته على طول مباشره لان ما حولتهاش اي دي. تعالى ايه نتست من تاني، بسم الله هقول له 5 تمام اشتغلت معايا. طبعا دي هي دي تاكيدا لينا احنا، لكن هو طبعا احمد هو الوحيد اللي موجود في البوست جريد داتابيس. الماي سيكوال لازم طبعا اول ماي سيكوال، انا ما كنتش اول ماي سيكوال في نفس الوقت تكون فيها الداتابيس دي وفيها البيانات دي، انا مش متذكر. فانا هروح اول بس ماي سيكوال لاعمل تيستنج. تخيل ان الداتابيز ما كانتش متكريتها، تخيل الله اعلم. بس طبعا الغير الوحيد اللي هو الايه الانجن. طبعا انا بكون ضمن اليوزر اقول له اليوزر سيلكت الداتابيز تايب او الداتابيز انجن، وبيدخل هو الداتابيز اللي عايز يشتغل عليها ايه، هو كمل السيستم بتاعي ما عندوش اصلا اي مشكله اي نوع. فخلينا هو بس كده ماي سيكوال اشوف هو قادر يلاقي الداتابيز ولا لا. اكيد قال لي طبعا الداتابيز اكسس دينايد، اليوزر غلط، اليوزر نيم غلط. صح لكن اليوزر نيم كان عندنا الداتابيز كان اسمها ايه هنا؟ حد يفتكر؟ حدش هيفتكر؟ انا هدور هعرف. احنا في هنا هنجيب نعمل كود الجيميل او بالسيرفر اللي بعت له الداتابيز انجن، واللي بعت له السيرفر والداتابيز واليوزر والباس. السيرفر والداتابيز واليوزر والباس وخلاص. ما انا ممكن اعمل كده يعني وانا بس بدي الماي سيكوال. انا مش فاكر طبعا الماي سيكوال ده، اللي ممكن اقدر اخش على بيتش بي ماي ادمن. كان عندي باي دي بي، في عندي باي دي بي واحد صح فاهم ليه، بس يمكن اليوزر ده لا مش متذكر. يمكن اليوزر ده لا ماشي ما فيش مشكله. الداتا بيس بتاعتنا اسمها دي واي دي بي، دي على ماي سيكوال كان اسمها كده دي واي دي بي فاهم ليه صح ماشي. هي اسمها بي واي دي بي واليوزر نيم على ما خلينا في روت، انا ده اللي متاكد ان هو موجود عندي ومفيش بصمه، ده اللي انا متذكر متاكد ان ده موجود عندي. حددت الداتابيس وحددت الانجن، حددت الداتابيس واليوزر نيم والباسورد عادي لان كنا مظبطين ده اصلا. لو جينا عملنا دلوقتي ران بسم الله كده ونجيب الليست ندوس 5 واخد وقت شويه بقى كده قال لي الهوست سيرفر هو نسينا اسم السيرفر معلش سوري نسينا نحط كمان السيرفر وده برضه احنا محددينه اللي هو لوكال هوست. يبقى لوكال هوست على بي واي دي روت ونفس الباسورد صح. تعالى بقى لي ريان هات الليسته 5 جاب لي الناس اللي موجوده في الماي سيكول. هو كود وهو كل الكلام قال لي هو محمد حسن وقال لي عبد الجادر حربي وقال لي طه مهدي والدنيا تمام. وانا بكتب الاوبجكت ممكن اعمل فانكشن اليوزر هو يختار داتابيز انجن ويدخل اليوزر نيم والباسورد يعني ممكن اعمل فانكشن اسمها ديفاين فانكشن كده اسمها او في الانيشيشن بتاعتنا يعني وانت بتكلم الكلاس احنا مش عاملين كلاس هنا احنا بنتكلم كل واحده واحده تو تايب ممكن اسميها مثلا ايه سيرفر سبيسيفيكيشن اللي هي الاعدادات او الحاجات الخاصه بالسيرفر. لو حد عايز يحدد الاعدادات بتاعت السيرفر هنكون اللي هي سيرفر سبيسيفيكيشن وغيره لو هو عايز يغيرها. هشيل ده كله تمام اللي هم دول وبقى خلاص. هو انا عندي امبس بتساوي امبليز امبليز دي كده طالما احنا ريليشنال داتابيز يبقى تشيل على الديفولت. الديفولت بتاعنا كان ماي سيكوال على العناوين دي خلاص انا هقول خليها على بوست جريد يعني الاعدادات دي صح على بوست جريد عندنا بالنسبه لي. لو عايز اغير يجي هنا ينادي على حاجه اسمها سيرفر سبيسيفيكيشن ويقول لي بقى يقول لي الحاجات الاساسيه الداتا بيز انجن تمام. فاول واحده
database engine. بس انا هو عايله db engine بتساوي اقول له input. دي اخر حاجه اعملها لكم على السريع. انا بس هقول له 1 بوست بي عشان يبقى فاهم. 2 ماي سيكوال مثلا. وهيدخل الويز انجن وهيدخل الهوست انبوت برضه هوست نيم وهيدخل الداتا بيس انبوت برضه الاثنين الاثنين وانا ما فهمتش. تمام. وفي الحاله دي هيجي قايل له ايه؟ انا بس هغير الام سي بتساوي بليز وهو فاتح بوست وهو قايل له ايه؟ فاحنا لما بنرجع للبليز بقى ببعت كل اللي احنا كنا هو ده كوبي بيست اللي هو الداتا بيس انجن. وهنا طبعا هبعت له بقى هبعت له الفاريبلز اللي دخلها اليوزر اللي هو البوست. وهنا اليوزر نيم زي ما اليوزر بعته. هنا اليوزر نيم الداتا بيس فين؟ دي الداتا بيس ايوه دي ال بي بي. وهنا اليوزر ايا يعني كان بقى هو اللي دخله ماليش دعوه. وهنا الباسورد ايا كان اللي بيدخله انا ماليش دعوه. كله مظبوط الا حاجه واحده اللي هي الداتا بيس انجن. ان هنا هو بيدخل تكست حر بيدخل هنا في الداتا بيس انجن تكست ايه؟ حر. فانا لازم اقول له مثلا اف ان دي بي اندر سكور انجن لو بيساوي واحد على ان هو مدخل واحد احنا متفقين معاه. لو دخل واحد يبقى يقصد بوست بي يعني طبعا هيدخلها سترينج ما تنسوش. في الحاله دي انا هقول له يبقى دي بي انجن ده هيساوي دي بي انجن دوت